هذه مقصودة والله العظيم أقسم بالله يلي حكمتم هي من أنها بذات شيء. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حي الله الداعمين والداعمات والمشتركين والمشتركات والمجيمين والمجيمات. إليكم خطاب الكرسي لفخامته بعد مصارعتهم مع الحليب والسميد والغاز والموز والمياه، ظهر لنا مع فخامته نقص في العدس، العدس ألا وهو قوت يوم الشعب. الله يسر ويحفظ. نخليكم مع فخامته ومن بعد نعلقوا. تفضل سيدة المواطن الجزائري. ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك أكثر العدس، يستهلك الفاصوليا البقولية، وفي الصيف هذه ما تستهلك. كيف يخلق لي أزمانة في الليبيا والروز والعدس؟ هذه مقصودة والله العظيم أقسم بالله يلي حكمتم إني ندمع النهار اللي زاد فيه. يا ودي يتبون، أرى الإشكالية في قراتكم العظمى الموروثة عن الاستعمار. هو فين ثروات البلاد الحقيقية مثل الغاز والبترول والحديد؟ أين هي؟ أين هي هذه المسروقات؟ أما العدس فحله سهل وبسيط، والشعب الجزائري لا يطالب به العدس ولا بالبصل، وإنما يطالب بثرواته. الدرهم الدرهم السيسبون الدرهم. حياكم الله وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله تعالى.